انا شخص بيعشق السويت كورن، فهشير معاكم النهارده طريقتي للسويت كورن سوب. مكعب زبده على نار ميديم هاي، هنزل ببصلايه متقطعه وجزرايه وعكر في فرنساوي، هشوح الخضار بتاعي لحد ما هيدبل، وبعد كده هنزل عليه بكان من السويت كورن، هقلب الخضار بتاعي كله مع بعضه، وبعد كده هنزل بكوبايه كبيره من شوربه الفراخ، وهسيب الخضار بتاعي يتهري خالص في الشوربه على قد ما اقدر، وبعد كده هضربه في الخلاط مكانه. هنزل بمكعب من الزبده ومعلقه صغيره من الدقيق، بعد كده هدوب الدقيق بتاعي في حوالي نص لتر من اللبن. اول لما اللبن يسخن هرجع انزل الخضار اللي انا ضربته في الخلاط، وممكن تزودوا كمان حبوب من الذره. بعد كده هبدا املح الشوربه بتاعتي ملح وفلفل اسود، هسيبها تغلي على النار وبعد كده هقدمها. مش قادره اقول لكم طعمها حلو قد ايه، جربوها وان شاء الله تعجبكم.